يمكن واحنا بنتكلم معاكم النهارده بنتكلم وبنبتدي بخبر ايجابي جدا، ويمكن واحد من اهم القطاعات اللي شهدت طفره كبيره جدا هو قطاع الزراعه، وتحديدا لو هنتكلم عن محصول الفراوله اللي بيعتبر واحد من اهم المحاصيل اللي بتمثل اهميه اقتصاديه كبيره للمزارعين وللدوله المصريه. محصول ليه عائد وهامش ربح مرتفع، قيمه تصديريه عاليه، معروف عن الفراوله كمان بانها الذهب الاحمر، الحصان الرابح في صادرات مصر من الحاصلات الزراعيه. بس قبل ما نتكلم عن الفراوله لازم نصبح عليك. لازم صباح الفل عليك يا جمانه، صباح الخير والسعاده والرضا على حضراتكم في كل مكان. صباح الفراوله زي ما جمانه بتقول، احنا في مصر هنا ملوك الفراوله، بنسميه الذهب الاحمر. الفراوله مصر متميزه جدا في زراعه هذا المحصول، وزي ما بنقول دايما احنا عندنا قيمه تصديريه كبيره جدا لزراعه الفراوله، ومصر بتحتل مرتبة متقدمة جدا. احنا بنتكلم على المركز الاول عالميا في انتاج الفراولة المجمدة، وبنتكلم على المركز الثاني او الثالث في انتاج الفراولة الفريش او الطازجة. بنزرع اصناف كتيرة جدا، اصناف مبتكرة وليها انتاجية وفيرة بسبب الظروف المناخية المناسبة لزراعة الفراولة في مصر. ده بيخلينا نمتلك فرصة كبيرة جدا لزيادة وتعظيم الصادرات منها. مصر متميزة جدا زي ما حضراتكم عارفين في تصدير الموالح زي البرتقال عالميا، وكمان في تصدير الفراولة. بقالنا فترة كده الفرحة مالية وشوش الفلاحين والمزارعين وأهلنا الكرام من فلاحين مصر في الأراضي الزراعية وفي المحافظات اللي بتنتج الفراولة. إحنا بنستعد لحصاد ثمار الفراولة، أو زي ما بيقولوا كده يا جمانة الذهب الأحمر. صحيح، بس أنا عايز أقولك على معلومة بقى أنا يعني لسه عارفاها قريب، إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من الفراولة. في نوع اسمه الفستيفل، ونوع تاني اسمه الفرتونة، والنوع الثالث اسمه سنسيشن. يعني نوع الفستيفل المزارعين والفلاحين بيسموه النوع الصلب، اما السنسيشن ده اللي بيبقى فيه نسبه كبيره من سكريات عاليه، سكريات فيه بتبقى عاليه شويه، اما الفرتونه ده بيكون انتاجه وفير جدا. احنا بنحب الفراوله بكل انواعها، لا سواء فيستيفال بقى او سنسيشن او فرتونه، بس زي ما قالت جمانه عملت بحث في الفراوله كده وعرفت الانواع والمحاصيل. لكن فعلا احنا في مصر الفتره اللي فاتت او السياسه الزراعيه مشينا على اتجاهين، اتجاه التوسع الافقي والتوسع الراسي. معناه ايه التوسع الافقي؟ ان احنا نزود المساحه المزروعه من محصول الفراوله لانه ليه قيمه تصديريه مهمه جدا، والتوسع الراسي هو انتاج محاصيل او انواع وسلالات جديده ليها انتاجيه كبيره. وطبعا احنا عندنا انواع كتيره جدا من الفراوله. الى جانب ده جمانه، الفراوله كمان ليها قيمه مهمه جدا، هي احد اجمل الفواكه اللي كلنا بنحبها، ليها قيمه صحية وغذائية، بتقوي الجهاز المناعي للجسم ضد السموم، كمان فيها نسبة سكريات مهمة جدا، بتحصن المرضى كمان بالروماتيزم أو المرارة أو نزلات البرد، يعني ليها قيمة صحية وغذائية كبيرة جدا، ونسبة السكر فيها مهمة جدا كمان. صحيح، وكمان بتنظم مستوى السكر في الدم، ده غير طبعا بقى بالنسبة لنا احنا البشرة يعني. طبعا يعني على أي حال أعتقد الفراولة يعني من الفواكه، انواع الفواكه اللي في ناس كتير قوي بتحبها، صعب ان انت تلاقي حد فيه خلاف على الفراوله. بس انت بتحب الفراوله ولا لا؟ انا بحب الفراوله، فراوله بكل انواعها يعني البيوت المصريه. عصير ولا بتحب تاكلها ولا بتحبها في حاجه؟ في عصير، بحب المربى جدا، مربى الفراوله، بحس انها بتدي طاقه كده يعني للواحد على الصبح، وهي بانواعها المختلفه سواء بتتكلم على عصير او بتتاكل لوحدها او مربى، بكل الاحوال الفراولة جميلة ومن أجمل الفواكه اللي احنا بنحبها. عشان كده تحمست قوي جدا، أنا بتكلم كده من قلبي وأنا بتكلم عن الفراولة. صباحكم جميلة يا جمال. صباح الخير مرة تانية عليك يا عبدو، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.